كالمعتاد نبتدي بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر. سيادة الرئيس اطلع على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة تفقدية بعدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي في محافظات الإسكندرية والبحيرة. وقال رئيس الوزراء أن الدولة بتستهدف متابعة المشروعات في مجال توسيع الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية للتعرف على احتياجاتها وتوفير كافة فرص النمو ليها. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، واطلع الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض أيضاً خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية بما يعيد للمدينة رونقها ويخفف من التحديات اللي بتواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم وزيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق بما يمثل ضغط إضافي على المرافق. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية بمشروعات الإنتاج الحيواني بالعمرية بالإسكندرية والإنتاج الزراعي بالنوبرية بالبحيرة. وأكد رئيس الوزراء أن الزيارة بتستهدف متابعة المشروعات في مجال توسيع الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية للتعرف على احتياجاتها وتوفير فرص النمو ليها، لكونها ترتبط باستثمار الإمكانات الوطنية وتنمية الموارد لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج دعماً للاقتصاد. امبارح وفي ختام جولة تفقدية بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتصريحات تلفزيونية أكد فيها حرص الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها على تمكين وتشجيع القطاع الخاص بصورة كاملة للانطلاق في عملية الإنتاج المحلي، ومن ثم زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة للعمل على تيسير وتسهيل أي إجراءات وحل أي عوائق قد تواجه العملية الإنتاجية على أرض الواقع. وأشاد مدبولي بالعاملين من الشباب المصري من مختلف محافظات مصر، موضحاً أن القطاع الخاص يتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والأهم أن ده بيمثل مستقبل التنمية في مصر، منوهاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الزيارات لمواقع الإنتاج المختلفة للوقوف على أي عوائق قد تواجه المنتج أو المصنع من القطاع الخاص وتذليلها ومتابعة كل قطاعات التنمية. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، البداية من محافظة بورسعيد حيث تم تطوير محطة معالجة مياه الصرف ببور فؤاد بتكلفة تصل ل 585 مليون جنيه. في سوهاج بالصعيد تم الانتهاء من حوالي 60% بمشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي. وامبارح في المنوفيه تم الاعلان عن تنظيم 32 فعاليه ثقافيه وفنيه لتنميه المواهب الابداعيه. اما في الشرقيه تم افتتاح المدفن الصحي بمركز بلبيس بتكلفه 50 مليون جنيه. خلينا نتابع تفاصيل المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في بورسعيد تم تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتوسعتها بمدينة بور فؤاد، وده لاستيعاب المشروعات القومية الجديدة وتماشياً مع الطفرة التنموية اللي بتشهدها المحافظة على كافة الأصعدة للارتقاء بمستوى الخدمات، وبلغت تكلفتها 585 مليون جنيه وتقدر طاقتها التصميمية ب 37500 متر مكعب في اليوم. في سوهاج أعلنت المحافظة أن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية فيها 60%، وبتشمل أعمال المشروع التكسيات الحجرية لجانب نهر النيل والتوسعة وإنشاء كوبري بطول 200 متر للربط بين المرحلة الأولى والتوسعة الجديدة أمام المدينة الطبية، وبتبلغ التكلفة المرصودة للمشروع 44 مليون جنيه للأعمال والتوسعة بالإضافة ل 120 مليون جنيه لأعمال الكوبري. في المنوفية تم تنظيم 32 فعالية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف المراكز والمدن خلال شهر يناير الحالي بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة.
في الشرقية شهدت المحافظة افتتاح المدفن الصحي ببلبيس المقام على مساحة 22 فدان بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه، وبيشتمل المدفن على خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الترشيح مبطنة من الداخل بالخرسانة ومحاطة بالخارج بزلة الريب. يضم المدفن الصحي ثلاث خلايا مزودة بثلاث أحواض ترسيب ومصنع لفرز وتدوير المخلفات الصلبة. فأسيوط أعلنت المحافظة عن إعادة تأهيل ورصف الطريق اللي بيربط بين الطريق الصحراوي الغربي أسيوط القاهرة والدير المحرق، إحدى المحطات الهامة لمسار رحلة العائلة المقدسة اللي بيعد أحد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية اللي بتوليد دولة اهتمام تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030. في جنوب سيناء أعلنت المحافظة أن القوافل العلاجية اللي تم إطلاقها خلال شهر يناير الجاري بمدن المحافظة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغ عددها خمس قوافل، واستهدفت وصول الخدمات الطبية للأماكن الأكثر احتياجاً والمحرومة بمدن المحافظة ووديانها، وتم توقيع الكشف على 1910 مواطن. في الأليوبية أعلن فرع هيئة التأمين الصحي أنه تم تجهيز وتشغيل الرعاية المتوسطة الجديدة بمستشفى بنها النموذجي بقوة ستة أسرة، وبيجري التوسع بإضافة سريرين بهدف توفير متابعة ومراقبة دقيقة وتقييم مستمر للمرضى الذين لا تقتضي حالتهم الصحية مستوى الخدمة المقدمة في وحدات العناية المركزة.